نعم 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 يا بوي. يا دين النبي الحلاوة دي. حبيبي والله شو هيك شو هيك وشو هيك شو هيك. نعم حبايبنا، مثل ما انتم شايفين يا اساطير، واخيرا يا احلى ناس دخلنا جد حبيبي والله. اوكي، مثل ما انتم شايفين يا اساطير، واخيرا عن جد يعني ما اعرف شو بداخلكم حبايبنا. اليوم وصلني الخبر حبايبي، و مثل ما انتم شايفين شباب وصلوني اول شيء الجوار. طبعا شباب بالنسبه للبانر، بعرف كثير منكم عم بقول البانر شباب، طبعا شباب البانر راح يجي ان شاء الله عن قريب باذن الله تعالى حبايبنا. او ماي جاد، صراحة يعني قبل بلش هذا المقطع يا اساطير، لا تنسوا صلوا على حبيب محمد عليه الصلاة والسلام يا احلى ناس، ولا تنسونا باللايكات والشيرات يا حلوين، وكل الاشياء الاسطورية حبايبنا. طبعا يا اساطير الصراحة يعني ما بعرف شو بقول لكم من كثر يعني ماني فرحان حبايبنا، الله يسعدكم يا رب. اود اوجه رسالة لكل اسطورة شباب، تعرفوا يعني صرنا زمان عم نحارب هذا الموضوع يعني والى اخره. طبعا بتشكركم من كل قلبي حبايبنا، لكل اسطورة دعمنا باي شيء. اوكي سو اوكي حبايبنا، ما راح اطلع لكم اكثر شباب، متحمس كثير لانه شباب في عنا اليوم شخصيه جديده يا اساطير. اوكي مثل ما اوكي انتم شايفين حبايبنا، عنا الشخصيه اسمها، نسيت اسمها شباب، من الفرحه نسيت اسمها شباب. اسم شو الشخصيه كانت يا زلمه، وين اسم الشخصيه؟ اودو، شخصيه اودو شباب. مثل ما انتم شايفين حبايبنا، خلينا ندخل على الشخصيات شباب نشوف شو وضعها الشخصيه. اوكي بعد القضاء على العدو يتم الكشف عن المواقع الاعداء الاخيرين في نطاق 25 متر من نقطه القضاء، سيتم مشاركه المعلومات مع الزملاء حبيبنا والله. اوكي شباب، من اليوم شباب وصلنا الجواهر حبيبي والله، مثل ما انتم شايفين يعني على جد باللوز معلم. بدنا نشتريها من المتجر هالمره شباب، هالمره راح نشتريها من المتجر. اوكي راح ندخل على المتجر من هون حبايبنا، اوكي وندخل على الجديد، وليك هالشخصيه يا سلام عليك، راح نجيبها شباب هي كامله، الحزمه كامله يا شباب اليوم، جيب الحزمه كامله اليوم حبايبنا مثل ما انتم شايفين. اوكي معلم يلا ادخل ادخلوا. طبعا شباب تفرجوا حق بس الكبسه مثل ما انتم شايفين. اوكي ندخل على الشراء، تمام حزمه اودو 2100 جوار شباب، بس والله يهمكم حبايبنا مع الجواير. يلا ندخل شباب نعمل توري، عندنا تخفيض معلم. ليش يعني نصرف كثير؟ هات نشوف شو نقدر نصرفونه اكثر. 600 جوار اولي حبيبي والله. ناخذ شباب خلينا نشتريها ب 2000 جوار حبايبنا، شو هي هيك ضروري يعني حبايبنا، بدنا نمزمز يعني بدنا نمزمز بالامر، فهمتوا علي كيف؟ لازم شباب لازم حبيبنا. اوبا يا سلام عليك يا سلام عليك، حزمه اودو الحصريه حصل على غلط. اوكي نعمل حسنا نشوف شباب وندخل على افتح يا جميل يا بوي حبيبنا والله. اوكي هاي هون شباب، عندنا هون الجسم والكل شباب، خلينا نعمل تزويت، نعمل تزويت معلم، نعمل تزويت شباب، نعمل تزويت، نعمل تزويت تزويت. طبعا شباب الشيء اللي حب طبعا شكل الشخصيه شباب، لبست الشخصيه وليش خلقت الشخصيه معلم، عن جد شيء نار لوس. اوكي حبايبنا بالنسبه لهذا الامر طبعا شباب، الشخصيه نزلت بواحد جوار حبايبنا مثل ما انتم شايفين يا اساطير. ان شاء الله اليوم شباب على البث مباشره حبايبنا على الفيسبوك، اوكي راح نوزع الشخصيه شباب للجميع باذن الله تعالى شباب، راح نعمل فعاليات ونعمل شغلات وحوبات وكل الاشياء الاسطوريه شباب. خليكم متواعدين شباب، خليكم جاهزين ان شاء الله اليوم على الفيسبوك. اوكي ركز ماي تشيف شباب حبايبنا، راح احط لكم رابط تحت بالوصف، نعمل بثوث مباشرة دائما حبايبنا بشكل يومي، راح نحاول وزعت كثير. اوكي؟ خلوكم جاهزين شباب، بثوث تحت، الرابط موجود كل شيء تحت، ويلا نكمل شباب ابو الشخصية شباب. اوكي. هي بكون فتحنا الشخصية حبايبنا. تمام؟ تمام، حلو. طبعا هو شباب بما ان الشخصية شكلها كثير حلو، صراحة يعني كالجسم تبعها والهيك يعني الافكت تبعها صراحة شيء مرتب. طبعا هون الشعر مالها شعر. اوكي بس عندنا هون الجسم هذا حبيبنا والله، الجسم هذا والبنطال طبعا يعني جد زمان يعني شيء مرتب وحلو، والحذاء. اوكي شباب شيء باللوز، هات نشوف بعدين وين راح ندخل شباب، ندخل على التطوير نطورها شباب، نحاول نطورها تمام، نعمل نرفع الماكس نرفع شوي شباب. طبعا هون ثواني شوي نسيت شلون كنا نعمل معلم حبيبي. نرفع مستوى تمام. طبعا هون الشباب كاتبين هون 25 متر تمام، بس ولكن ليفل ماكس تبعها يعني يصير 50 متر، يعني شباب للعب السكور
وللعب البطولات ولعب الاشياء هاي. شباب هاي الشخصيه كتير كتير حلوه شباب، حتى يعني مفيده بالرومات. يعني هالشخصية شباب يعني الحلو فيها شباب اللي هي ثانوية، يعني تدمجها مع شيء تاني. انا عايز جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان افهمك. اوكي خلينا نعمل رفع المستوى لنشوف. نعمل رفع المستوى، نرفع نطورها ماكس معلم، نطور جدها ماكس معلم. انت روح معلم، روح عنا وزمان شباب، بعد ما بقى نطورها بجوهرك عادي معلم والله. هذا هو المرة تبعيتها معلم. يا سلام. اوكي الان صارت ماكس. طبعا شباب بدي احاول اعمل شغلة اللي هي طبعا نفتحها هون معلم، نفتح بالجوار معلم، نفتح بالجوار. ليش نستر الجوار معلم؟ جوار شباب قلت لكم نمزمز شباب يا اخي. سمطرنا شباب، عم ننتظر هذا الامر حبيبنا والله. اوكي خلينا شباب نضيف عليها شخصية نشط. شو نضيف؟ نضيف عليه كريستيانو. اوكي نضيف عليه كريستيانو حبايبنا. وشو نضيف كمان؟ شو نضيف عليها شباب عشان ندمجها مع بعض هيك؟ ندمج شو كيلي. اوكي وماكسيم خلينا نحط لها ماكسيم شباب. اوكي هيدا هو شباب يا بوي حبيبنا والله. اوكي حلو يا شباب، رح نشوف كيف رح نجربها. تمام رح نجربها شباب، كيف رح نجربها طولوا بالكم. اوكي حبايبنا الان شباب رح ندخل مثل ما قلت لكم، رح ندخل روم تمام مع الشباب. طبعا مع الشباب معي حيدر وعازفور وشاد موجودين معي شباب من على الديسكورد. الان نبلش الروم. هلا شباب تسمعوني؟ هلا علي. هلا والله يا هلا. هلا هلا حبيبي والله. اوكي شباب رح نعمل الروم الان تمام. رح ادخل سولو ضدهم النوبات هذول. لا لا الاساطير عفوا. وين هي؟ والله لجلدك. لا تتوقع جرب الشخصيه اول شيء بعدين شو بدك اعمل. ندخل الاول. تعال شادو، تعال عازفور. انا كمان بدي اجرب. جرب ايه؟ جرب حبيبي والله. تمام يلا روح على اليمين شباب. طبعا شباب طبعا go. الشخصيه هاي مثل ما بتعرفوا انه لازم نجرب نقتل واحد من الشباب ونخلي واحد من الشباب يعني اثنين من الشباب الباقيه يتوزعوا عشان نشوف كيف راح يطلع الشكل. اوكي يلا يلا هاي شادو انت اصغر واحد فينا. يلا انت وعصفور. يلا حبيبي الضحيه. يلا الشغله مو يلا روح خليك يلا. يلا يلا وين ما بقدر اشتري. يلا شو معلقه وتهل معلقه الرومي زي ما بقدر اشتري. الو انا بعطيك سلاح، انا بعطيك سلاح. شغله ما موقف عندي، كل شيء موقف عندي. وتهل كل شيء واقف. انا بعطيك سلاح. لك يا اخي شو هذا؟ اقتلني. معلم اقتلني، ما بقدر اخرب المربع يا زلمه. شو هذا؟ شايفيني ولا لا؟ هي لا ملقلق. يلا شوف كاميرا ملقلق اقسم بالله كله ملقلق يا زلمه. شو هذا الفرع هذا اللي شراكة معلم؟ ملقلق قلت لعبه ولا شلون دخيل الله. شباب طولوا بالكم، خلينا نرست اللعبه يا اخي. ما بعرف شو نعمل، تعالوا نرست اللعبه. اقسم بالله حبايبنا الروم لقلقت والله شباب، كل وقفت كلش وقف شباب، ما زبطت الروم شباب، صارت صدمه هون حبيبي والله. شو يلا شو يمشي الحال؟ مشي الحال شباب. اوكي خلينا نرجع نشوف الاوضاع. طبعا شباب راح نحاول الان ادمج واحد من الشباب، انزل نوك تمام، ونشوف كيف الاشكال راح تكون، يعني شو راح نستفاد بالشخصيه تمام. طبعا مثل ما قلت لكم حبايبنا شادو حيدر الشخصيه هي ممكن تفيدنا بالرومات بالبطولات، يعني كثير بشخصيات يعني شي مرتب. شباب بطلب منكم حبيبنا الله يسعدكم واحد منكم يجي. عندي هلا هي ليفل ماكس تمام، بعود شي 60 متر معلم ولا 50 متر. كريمينال روح لهونيك بعد لهونيك، قلت على اليسار. وين عصفور؟ وقف عصفور لك اخضر. روح على اليمين، روح على اليمين لاشوف. تو اشوف تخبوا بالبيوت تنجرب شو راح يصير. طيب نقتل. اوكي هلا نزل نوك، خلينا نشوف شو فيرست بلاد. اوكي طلع الامر تحت على اليسار شباب، طلع عندي على اليسار. صار شباب رجل عند هذا الكريمنال معلم، شوف وضعه وين. هذا الكريمنال كان هون على اليسار، طلع شباب. ثواني شوي. اوكي بعيد علي حيدر، انت وينك انت؟ بعيد علي تقريبا والله، كان بعيد كثير يعني. انت اوكي تعال حيدر تعال. تريبل كيل عن اللوبي. والله شباب طبعا طلعت فوق على اليسار، انا فكرت تطلع هون امامنا بس ولكن انت اوكي حلو. ثواني شوي، شو تحبون نجرب كمان شباب؟
ايش نفسها خنعيتها نفسها. تعال يلا بس خلينا نسافر شكلي بس نقرب عليك يعني نقرب عليك نكبر المكانات نقرب ايه ايه مثلا ايه كبروا حطوا حالكم مكان ايوه مثلا بالعادي بالبيوت بيكبروا هيك شغلات. المهم يعني لا تشوف لا نشوف لا تكو حبيبي والله. بس والله الصراحه شاب لبست الشخصيه باللوز مسكين الشخصيه جسم كامل حبيبي والله. اوكي اوكي هذول اثنيناتهم واقفين فوق تمام شايفين شباب هون يعني مسافه خلينا نقول اتس اوكي okay. ركزوا على اليسار ركزوا على اليسار حبايبنا ركزوا على اليسار. هلا راح اقتل راح اقتل شادو شوفوا نزلت نوك هلا راح فنشو شفتوا شباب طلع على طلعوا طلع فوق حلو والله يعني ما بتطول كثير بس ولكن حلو كاول نظره يعني مفيده كثير منيح ما منيح 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 اي والله ثانويه هذا شوفوا ربيت هذا شوف شنو طالع لفوق عندي عصفور مبسوط هلا تعالوا يا شباب هيك خلينا ننهي على روح تعالوا يلا انا جاهز اجيكم بسولو سكواد خلينا نشوف معلم يلا تعالوا لي والله معلم والله هذول شكلا راح يجدوني طول بالك تعالوا واحد واحد معلم مو تجوا لي معلم هيك يعني حبيبي والله شباب شباب ما وصيكم ما وصيكم نطير الدرع بس الدرع ايه ايه ان شاء الله بربي ما وصيكم لا هذا شو روح روح شاب انت والواحد روح يلا امشي روح بابا روح اليدي روح وينن 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 لك لابني هذا وينن هذول هلوبي روح ما لحقنا هلا وين هذا وين 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 البقية؟ جاك الثاني تعال يا ول هذا عصفور معلم يا اخي والله جبته جبته ان شاء الله هات لك السيري هلا بربير عايز اقتل عايز اقتل اسكت اسكت لا شوف وين هذا وين هذا الوسيخ اقتل اقتل لا حد شافك انا وراي شفتوا الشباب شفتوا الشباب وراي طلع فنشت طلع وراي حلو تعال هون شوف 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 هذا فضح الكلمة هذا شوف قاعد مسحف يلا شوف شكله شوف راسه خرب بيت سنتك ما بيعمل هذا وين شو معلم عم صور فوق ولا شلون لاو حيدر الدرع حيدر الدرع حيدر الدرع كف 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 اوكي حبايبنا الكرام هي بكون خلصنا شخص شباب والله طولنا كثير بالفيديو حبايبنا الله يسعدكم هي بكون شباب انتهينا نهايه المقطع حبايبنا الكرام الله يسعدكم يا رب لا تنسونا باللايكات والشيرات شباب باقي شوي وصلت لك 100000 مشترك شباب يلا يا شباب حركوا اللبن حبيبنا والله اوكي شباب معنا حيدر شادو عندكم شيء تنهوه شباب قبل ما نسكر المقطع حبيبي عليكم اول شغله والله فرحتني يعني بالشراكه الله شاهد يعني من دخلت وشفت والله العظيم يعني فرحت من كل قلبي ما أنا أنت تعبت صار لك أكثر من 3 سنين مبروك حبيبي. عليك حبيبي والله العظيم تستاهل وأصلاً هذا شيء قليل بحقك يا قلبي إن شاء الله يا رب نشوفك مراتب أعلى وأعلى أعلى إن شاء الله حبيبي عليك حبيبي تستاهل يا وردة على راسي والله حبيبي الله يسعدك يا رب شكرا حبيبي لكم حبيبي الله يخليكم يا رب شاهد الورد عندك شيء تقوله معنا قبل ما نسكر والله حاب أقول يعطيهم العافية المتابعين ما قصر معك وإن شاء الله منها للأعلى مع قبال المليون كمان ان شاء الله مليون مليونيه مليوني ان شاء الله مليونيه حبيبنا والله يلا شبابنا عصفور معلم يقدر يتكلم حطنا لايكاتكم شاركتكم عساطير بنحبكم بزاف ليتس جو شوفكم على خير مسويات 10 باي باي